قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة على أبواب يبرود. السحل رسميا بيد النظام السوري. زيارة عون للمملكة العربية السعودية بين الهمس والنفي. في زيارة بدأت تصير زيارة على السعودية ولكن أي متى؟ موظفو غازي بئر حسن يرفعون الصوت فيأتيهم الرد الرسمي. أنت منك عارف مع مين عم تحكي. في الخاص كتاب التاريخ رقم صعب. من الأمور اللي طلب التعديل فيها ثلاثة أو أربع كلمات. إنذار روسي للقوات الأوكرانية بالقرم، الاستسلام أو مواجهة العاصفة. أبو عرب لن يعود إلى فلسطين بعدما تركها العرب. يا داري مهما طال البعد لاجي. وفي النشرة كيت بلانشيت أفضل ممثلة وجرافيتي يجذب غالبية الجوائز. تفاصيل هذه العناوين تتابعونها في النشرة بعد قليل. أهلا بكم. طلائع يبرود بدأت بالسحل، سيطرة نظامية على بلدات استراتيجية ومرحلة قدم للقرى المشرفة على خزان التفجيرات المصدرة إلى لبنان. وإلى السحل تمت سيطرة بنسبة 90% على مزارع ريمة المتاخمة ليبرود. ضاق الخناق على المسلحين على هذا المحور فتنفسوا من بريتال التي سقط عليها 4 صواريخ أوقعت عددا من الجرحى، فيما أغار الطيران السوري على جلود عرسال. ولما وقعت يبرود على غير برد وسلام على المسلحين فإن الرد بالصواريخ على بريتال لم يكن كافيا، فجاهد شادي المولوي على تويتر متوعدا ما سماها ضاحية الذل بالأشلاء وقطع الرؤوس وصب الدمع وأخذ العبرة من يبرود ورنكوس. الحرية لشادي بالتغريد وبالتهديد وربما التنفيذ، كما الحرية لنظرائه قادة الميليشيات بقطع رؤوس التلفزيونات. فللمولوي وأقرانه أولياء سياسيون وهم لا يكونوا في يوم من الأيام بلا سند. لهم من فك سجنهم بالأمس ولهم يحيى العدل اليوم. وإذا كان الوزير الحالي وقائد المحور السابق أشرف ريفي لا يمون على تلك الزمرة فليبادر إلى ملاحقتهم، وأمامه جريمتان: القرصنة بالقطع المشهود والتهديد بالقتل عبر حساب شخصي يحمل اسم شادي المولوي. وليرفع ريفي غطاءه عن شلة ما عاد الطليق به كوزير، وما لم يقدم على خطوة فرض العدالة سيسجله التاريخ على أنه وزير شؤون الخارجين على العدل. ولغاية اليوم فإن الصمت هو أيضا ارتكاب، حيث إن قناة الجديد ممنوعة من طرابلس ومقرصن بثها ومفروض على أصحاب توزيع البث قطعها تحت التهديد. وزير واحد برتبة رامبو لا يكفي في حكومة مصلحة وطنية، إلى أن ترجل الرامبو الثاني الكبير على شركة الغاز في منطقة بئر حسن. قدر الله ولطف أن الشركة كان قد سحب منها مخزون الغاز، وإلا لتعرضت لانفجار كبير بعد الاحتكاك البشري بالوزير نهاد المشنوق. وقف وزير الداخلية مع أصحاب الشركة وعدد من الموظفين الذين فقدوا رزقهم، ومكتوفا كحلقة تلفزيونية قال لأحدهم: أنا رح سكر هون بالقوة وبالقانون وإنت مش عارف حالك مع مين عم تحكي. انتهت الزيارة بأقل الخسائر الممكنة بعدما كان قد فصل الغاز عن المادة الملتهبة. غادر الغاز إلى منطقة تعتبر آمنة، وغادر المشنوق إلى الداخلية ثم السراي الحكومي وسط تخوف من انعكاس الالتهاب على لجنة البيان الوزاري التي تعاني عوارض الانفجار. البداية من السراي الحكومية واجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري الثامن. بك. أهلا بك داليا. جاد إليك الهواء طبعا لوضعنا فيما آلت إليه الأمور حتى هذه الساعة، تفضل.
نعم داليا، لا يزال الاجتماع للجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري مستمرة هنا في السراي الكبير، وكل الأجواء المحيطة بهذا الاجتماع لا توحي أن هذه الجلسة الثامنة سوف تكون الجلسة الأخيرة، فالأجواء السياسية التي رافقت انعقاد هذه الجلسة كانت على أدت بالسقف السياسي لجميع الأطراف بأن تعلو وأن تصبح هناك إلى حد ما متبادلة، وخصوصا من جهة حزب الله الذي كافة أوساطه تشير إلى تشددها الآن في طرح ملف المقاومة بشكل واضح وصريح في البيان الوزاري. أما في الأجواء السياسية المحيطة، كان الوزير وائل أبو فاعور لدى دخوله إلى اجتماع اللجنة الوزارية اليوم الأكثر تعبيرا عن الجو السياسي عندما قال أننا بحاجة الآن إلى حل سياسي من أجل البلوغ لإنجاز هذا البيان الوزاري، ومن دون هذا الحل السياسي ليس هناك من أمل لإنجاز هذا البيان، قائلا باللغة العامية أنه نحن الآن فينا نصيح بالجلسة اللجنة ولكن ما فينا نطلع الضوء من دون أي حل سياسي. هذه الأجواء السياسية انعكست على كافة الأطراف، حتى أن أجواء الاجتماع كما علمنا باردة إلى حد ما عكس الاجتماعات السابقة التي كانت هناك فيها بعض الود بين أفراد الوزراء أنفسهم، وهذا ما ليس موجودا اليوم، وربما ذلك انعكاسا لأجواء الجلسة. الوزير نهاد المشنوق لدى دخوله إلى الجلسة كان نفى ما قاله الوزير جبران باسيل بالأمس عن أن هناك كان بالأساس اتفاق مسبق على إعلان بعبدة أن يلغى من البيان الوزاري مقابل إلغاء الثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، قال إن ليس لدي أي معلومات عن هذا الموضوع، وقال أيضا أن نحن محكومون في التوافق وليس هناك خيار أمامنا غير إنجاز هذا البيان الوزاري. الآن نحن ننتظر انتهاء الاجتماع. كما علمنا الوزير جبران باسيل هو في سفر مع رئيس الجمهورية من أجل المشاركة في مؤتمر دعم لبنان في باريس، وهذا ما سيؤدي طبعا ربما إلى تأجيل الجلسة القادمة لغاية عودته من السفر، وهذه العودة متوقعة يوم الخميس. وهذه الأجواء السياسية المحيطة التي تقول أنه لا بيان وزاري في الأفق حتى من إلا إذا حصلت مفاجآت كبيرة. هذه الأجواء الآن في السراي وننتظر انتهاء الجلسة. نعم داليا. طبعا جاد أن تباقي معنا لمفاتنا بكل جديد فور ورود هذا، إضافة إلى تقرير مفصل طبعا سيكون معنا في نشرتنا عند 11:30. شكرا للزميل جاد غصن. زيارة العماد ميشيل عون للسعودية قائمة وواردة، والسفير السعودي يؤكد لا علم له بها. تقرير للزميلة نانسي السبع. الترحيب السعودي بالجنرال ما زال على حاله منذ 8 أشهر، ترحيب يقال اليوم إنه ارتقى إلى مستوى الدعوة لزيارة المملكة. في الرابي كل الأجواء مهيئة لعمرة برتقالية قريبة إلى السعودية، فالعماد ميشيل عون أبلغ تكتل التغيير والإصلاح بأهداف زيارته المرتقبة، أما التوقيت فيبقى عنصر المفاجأة الأبرز. فبقى زيارته رسمية واردة، ولكن الوقت هيدي ما بقدر اقول لك، هو العماد عون بيحددها اكيد، بس قريب يعني مش انه وارده بالمستقبل، يعني وارده انه في زياره قائمه. يعني قلت لك في زياره بدها تصير زياره على السعوديه، ولكن اي متى؟ وبعدين ما فينا ننكر انه السعوديه لها اكيد يد بالخلاص في لبنان، ومن ضمن سياسته الانفتاحيه ومن ضمن سياسته للتواصل بين كل الافرقاء أكيد رح تكون زيارته للسعودية بهالمجال هيدا. المعلومات الشحيحة لا تستبعد أن يغادر عون هذا الأسبوع باتجاه السعودية، وترجح أن تكون الزيارة خاصة وتقتصر على الجنرال وأحد المقربين إليه، أما لقاؤه الرئيس سعد الحريري فما عاد خبرا مفاجئا. مش من شيء من عماد عون أن يطلب الرئاسة من أي دولة بالعالم، لا السعودية ولا إيران ولا أي دولة. زيارته للسعودية هي زيارة للسعودية، ولكن هيدي ما بتمنع العماد عون أنه يحافظ على تحالفاته وعلى تفاهماته مع الأفرقاء اللي له سنين هو وياهم. يعني هيدي ما لها خصة هي بهي، مش أنه إذا زار السعودية رح بيكسر مع أي فريق آخر، لا أبداً. السفير السعودي نفى في أحاديث صحفية علمه بأي زيارة لعون، وأكدت السفارة أن لا موعد للجنرال في سجلاتها، نفي بقي في إطار الكلام من دون صدور أي بيان رسمي يكون الدليل الوحيد في ظل التوقعات الكثيرة. التزمت شركتا الغاز قرار الإقفال، إلا أن العمال تجمعوا صباحا معبرين عن رفضهم القرار، فيما زار وزير الداخلية المنطقة وسط تأكيدات لأولوية الاعتبار الأمني.
التزاما منها بقرار وزير الداخلية نهاد المشنوق أقفلت شركتا تعبئة الغاز في منطقة بئر حسن الأوزاعي خوفا من أي استهداف أمني، وهو استهداف كان قد كشفه سائق سيارة الفان حسين مشيك الذي فضح نية الانتحاري التوجه إلى شركة الغاز، وهو ما أكدته أيضا اعترافات المعتقلين من آل أبو علفة اللذين أكدا وجود مخطط لتفجير شركة غاز في المنطقة. وتأكيدا منه لذلك الالتزام توجه وزير الداخلية إلى المنطقة فزار الشركتين المعنيتين وهما شركة مصلي البعيدة أمتارا قليلة من مبنى السفارة الإيرانية، والأخرى شركة سيداكو التابعة للنائب وليد جنبلاط في الأوزاعي، فيما رصد موكب الوزير يصل إلى المنطقة على الجهة المعاكسة للسير بحسب صور نشرها موقع مختار. بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة ممكن نقعد نحكي ونلاقي صياغات، بس الآن ما بفيد الكلام. اسمح لي انت اولا ما تقول لي اسمح لي جيني بطريقه بفهم فيها. انا عم سكر بشركتي عم بحكي بنفس الطريقه. انا حسكر هون ما دام انت عم تحكي هيك انا حسكر هون. بتسكر بالقوه لك حق بالقوه وبالقانون. انت مانك عارف مع مين عم تحكي. انت بتقدر تسكر بالقوه بالقانون وبالقوه. وكان المسؤولون في الشركتين قد اجتمعوا بالوزير للتباحث في القرار، وفي الاجتماع شدد المشنوق على أن الأمن فوق أي اعتبار وأن كل نقاش يأتي لاحقا في سياق المفاوضات لكن بعد إبعاد خطر الاستهداف الأمني. هذا القرار وأن كانت غايته حماية أهالي المنطقة وهي غاية فوق أي اعتبار إلا أنه ترك مخاوف عدة لدى موظفي الشركتين، بعض الموظفين تجمع ورفع الصوت بخصوص مستقبلهم ولقمة العيش. نحن أخذنا كل الإجراءات الممكن اتخاذها على مستوى الأمن. بالنسبة لمادة الغاز هيدا أكبر مركز تعبئة بلبنان، هذا بيغطي سوق بيروت والضاحية، ما في مركز آخر بيقدر يغطي. إنه إذا قصة أمن سياسة بيعرفوا إنه تبعي اللي بعتونا لعنون على الدورة أو على الشويفات، طب هونيك محمي بعدين ما نحن قاعدين نحن بالشركة، أنا ما راح دافع عن شركتي إذا أنا بدي موت، يعني ما بتعني لي القصة. أنا عارف إنها أمنة إلا من 77 هون مر الاجتياح والحروب كلها. 25 سنة صلي بالشركة وعندي أولاد ومرة ودين ودني، يعني شو بده يعمل؟ وافوا الإفراد ومشوا الجملة. صار 40 سنة معاني الوزير خطرة، هلأ شفتها خطرة؟ نحن منفضل نموت بشركة الغاز ولا منروح نموت بالبيت من الجوع؟ وصارت كلها يعني محصن الشركة وبإذن الله ما في أي شيء بيصير جوا. وبين الأمن السياسي والأمن الاجتماعي يقدر المعنيون بالقرار من موظفين وسكان منطقة خصوصية الوضع، لكنهم يتمنون ألا يكون القرار مجحفا بحقهم، فارتفاع سعر قارورة الغاز وإيجار الطريق إلى الشويفات أو الدورة وقروض المصرف المستحقة أمور قد تعادل لدى بعضهم قيمة الحياة نفسها. الجيش السوري النظامي يستعيد بلدة السحل المتاخمة ليبرود وعناصر من جبهة النصرة تقتحم مخيم اليرموك. الله أكبر. استعاد الجيش السوري النظامي سيطرته الكاملة على بلدة السحل التي تبعد 6 كيلومترات من مدينة يبرود في ريف دمشق، وأكد مصدر عسكري لوكالة سانا أن وحدات من الجيش سيطرت على بلدة السحل بعدما قضت على المجموعات الإرهابية فيها ودمرت ما لديها من أسلحة وذخيرة. وأشار المصدر إلى أن وحدات أخرى سيطرت على ما يقارب 90% من منطقة مزارع ريما المتاخمة ليبرود، في حين تنفذ الوحدات عمليات تمشيط وتطهير لما تبقى منها، في وقت تقوم فيه وحدات أخرى بتثبيت نقاط عسكرية في المناطق المحررة والمطهرة. وقالت المصادر إن الساعات المقبلة ستشهد إعلانا للسيطرة الكاملة على المزارع، وفي ضوء ذلك سيبدأ العد العسكري لعملية تطهير يبرود. وأكدت المصادر أن الجيش كان قد سيطر على مرتفعات وتلال استراتيجية مشرفة على يبرود أبرزها تلة الطبل، وباتت المدينة ساقطة عسكريا. في سياق آخر، لم يكد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق يتنفس الصعداء حتى أعادت جبهة النصرة الوضع
وضع إلى الصفر مع اقتحام عناصرها المخيم، ما أدى إلى تفجر اشتباكات مع مسلحين آخرين فيه. وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد إن المئات من عناصر جبهة النصرة دخلت المخيم بعتادها متقدمة من منطقتي الحجر الأسود والقدم، وتمددت نحو نهاية شارع المخيم قرب جامع الوسيم. وأضاف إن المجموعة التي يرأسها أمير يلقب بأبي جعفر حاصرت العشرات من عناصر قوات تجمع أبناء اليرموك، وتتكون من مسلحين فلسطينيين ينتظرون تسوية أوضاعهم في إطار اتفاق المصالحة. وتابع أن عناصر الجبهة تمترست في مناطق جديدة داخل المخيم، كما نصبت القناصين والمتاريس من جديد. وقد طالبت النصرة بإعادة النظر في الاتفاق الذي جرى، وأن يتم إدخال الأهالي أولا والمواد الغذائية والطبية قبل الشروع في تسليم السلاح أو أي هدنة، وفتح المستشفيات في المخيم. كما طالبت بإخراج معتقلين لدى الحكومة السورية ما عده الكثيرون انتكاسة، والعودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل أشهر. الطفيل بلدة لبنانية ضمن الحدود السورية مقطعة الأوصال وشبه محاصرة. لمع اسم بلدة الطفيل أخيرا من جراء الأحداث السورية، وطرح اسمها غير مرة في الإعلام كطريق من المحتمل أن تستعمل من القلمون وصولا إلى لبنان، ولكن البلدة الآن شبه محاصرة مع تقطع جميع الطرقات. البلدة اللبنانية تقع في الخصيرة السورية على السلسلة الشرقية، يبلغ عدد سكانها 8000 نسمة، بعضهم يحمل الجنسية السورية، ولكن الغالبية منهم تؤكد أنها تتبع الدولة اللبنانية. تبعد من بعلبك الذي لا يربطها فيها أي طريق نحو 26 كيلومترا، وتبعد من جارتها اللبنانية حام 16 كيلومترا، ولا يربطها بالبلدة سوى طريق ترابي للتهريب. أقرب جاراتها من الناحية السورية بلدة عسال الورد. أما الطريق الوحيد الذي كان يربطها بلبنان عبر حام مع ربون فبريتال فمقطوع نهائيا، فيما المنفذ الوحيد الرسمي هو طريق المصنع، وهو مقفل أيضا من الجانب السوري، وبات العبور إلى لبنان يستدعي مشقات عبر القلمون السوري الملتهب وصولا إلى فليطة السورية، ومن ثم إلى عرسال اللبنانية ومن خلالها التواصل مع لبنان، بعدما باتت فليطة المنفذ الوحيد لأهالي البلدة. مختار بلدة الطفيل الشوم وجه نداء إلى الرؤساء الثلاثة وقيادة الجيش لتركيز نقطة عسكرية حدودية. بنطلب وبنترجى من فخامة رئيس الجمهورية، من دولة رئيس مجلس الوزراء، من الوزراء، من المعنيين، من جميع الشعب اللبناني ساعدنا. نحن محاصرين من سوريا ومن لبنان. من لبنان تسكر علينا الطريق، من سوريا مسكر علينا الطريق. صرخة أمل ضمن البلدة، ما في أي مضايقات إلا هلأ تسكيرة الطريق. نحن عم نقول لك بدنا هلأ إيه الطريق، يفتحوا لنا معبر، وأنا مسؤول على المعبر بتنسيق مع قيادة الجيش. أنا مستعد إن أحط شباب من البلدة يكونوا موجودين مع قيادة الجيش ويساعدوا قيادة الجيش. أكثر من هيك نحن ما بنطلب. ويعتبر المختار أن العبور إلى البقاع خطرا، ورحلة شاقة وطويلة عبر القلمون ومحفوفة بالمخاطر. صواريخ على بريتال وطاليا وقصف على جرود عرسال. مجددا الصواريخ تتساقط على البقاع الشمالي، وسجل عصرا سقوط عدد منها على دفعات في بريتال وحورتعلا وطاليا في البقاع الشرقي، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة، عرف منهم حسن طليس الذي أصيب بشضية في الرأس. وقد سقط 3 صواريخ في منطقة التليلة بين بلدات حورتعلا وبريتال وطاليا. وفي الدفعة الثانية سجل سقوط 3 صواريخ قرب ثانوية بريتال وآخر لجهة شمالي بلدة الخضر. وفي عرسال غارات للطيران الحربي السوري لم تسفر عن وقوع إصابات. الدشم تزنر المحال والمقاهي في الهرمل. باتت مدينة الهرمل بعد الضاحية الجنوبية أكثر استعدادا وتحصينا من ذي قبل، فقد عمد بعض أصحاب المحال والمصارف والمقاهي إلى وضع أكياس الرمل أمام محالهم واقية وتحسبا من تفجيرات مستقبلية اعتادوها بعدما تعرضت الهرمل لثلاثة تفجيرات، غير أن تحصينات مقهى برهوم لم تستطع منع هواة الأرجيلي من ارتياده. حالا نحن عم نعيش حياتنا الطبيعية كل نهار، بنخلص من الشغل بنجي لعند ابراهيم من ارجل بنسهر بالليل عادي عادي، يعني ما تغير علينا شيء. بس حاطين هالدشم يعني
بالعكس عطيه منظر وهيك انه عايشين نحن حاله حلوه، يعني ما نحن ما نفزعانين من هاي الحاله ولا بتخوفنا، ونحن بمر علينا كتير وبعد بيمروا علينا ونحن ناطرين اللي جاي، واللي راح الله معه ما انا فرقاني معنا بنام. هلا قديش عم منظر بالنهايه هن يعني منظر حلو حاطينهم للامان لو بدت ترد علينا شوي يعني، بس بالنهايه نحن بدشم ولا بلا دشم عادي بنجي من ارجل وعادي، مش ضروري اذا اي انفجار طلع نخاف ولازم نقعد بالبيوت، وبالعكس لا عادي بنعيش حياتنا الطبيعيه. وكذلك تحصنت المصارف. اكيد بتحمي احتياط، عاملين احتياط بس الله اللي بيحمي، نحن عاملينها مشان نحافظ على الزبونات تبعنا ونحافظ على ارواحنا وارواح اللي بيجي لعنا. نائب رئيس بلديه الهرمل عصام بليبل اكد ان هذه التحصينات نتيجه مبادرات فرديه مع تزايد الاخطار. طبعا مثل ما شايفين عندنا صار بالبلد كتير انفجارين وصواريخ كتير، فعالم بالنيابه تحمي حالها، فتشنا دورنا عند بالسرايا او عند الجهات القوى الامنيه ما في اجراءات لحتى لحمايه الناس والمواطنين، والحالات الحاله يكون ملا لورا، فالعالم كل واحد صار عم يشتغل لحاله، عم يجهز، عم يحط بلوكات دم محله. وأضاف بليبل أن الحياة لا يمكن أن تنتهي عند تفجير يستهدف الأبرياء، فالحياة مستمرة. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه التعميم التالي: تعمم قيادة الجيش صورة لأحد المطلوبين الخطرين وتدعو كل من يتعرف إليه إلى الاتصال بغرفة عمليات القيادة عبر موزع وزارة الدفاع الوطني رقم 1701 أو إبلاغ أقرب مركز عسكري. تهديدات سياسية متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، والبحرية الروسية تؤكد عدم نيتها القيام بأي هجوم على القوات الأوكرانية في القرم. اشتداد حرب المصالح والنفوذ على الأراضي الأوكرانية بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة ثانية، وعلى الرغم من التصعيد السياسي ولهجة التحذير بين الأطراف المعنية، فإن الخيار العسكري على غرار ما حدث في أزمة جورجيا وأوسيتيا لا يبدو أنه في طريقه إلى التنفيذ. فقد رأى رئيس مجلس النواب الروسي الدوما سيرغي نارشكين أن تدخل الجيش الروسي في أوكرانيا ليس ضروريا في الوقت الراهن. الولايات المتحدة وعلى لسان أحد دبلوماسيها حثت على إرسال بعثة مراقبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا للمساعدة في مراقبة حقوق الإنسان وتهدئة الوضع العسكري المتوتر. في الوقت عينه رأت موسكو أن انتقادات حلف الأطلسي لما تفعله روسيا في منطقة القرم لا يساعد في استقرار الوضع في أوكرانيا، ووصفت وزارة الخارجية الروسية تهديدات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بغير المقبولة، متهمة إياه باستخدام كليشيات الحرب الباردة. المعارضة الأوكرانية لم تنفذ شيئا. نعتذر عن قطع التقرير وننتقل إلى السراي الحكومي للاستماع إلى وزير الصحة وائل أبو فعور. تم بحث القضية العالقة التي لا تزال مدار بحث، ما أستطيع قوله أنه صحيح لم يتصاعد الدخان الأبيض لكن لا دخان أسود، بمعنى أنه التداول مستمر، الأجواء لا تزال بنفس المسار الإيجابي للنقاش، الأمر يحتاج إلى مزيد من التداول السياسي بين أعضاء اللجنة وعلى ضفاف اللجنة بمعنى القوى السياسية المكونة لهذه الحكومة. ستعود اللجنة إلى الانعقاد نهار الجمعة القادم. تأجيل الموعد إلى الجمعة ليس لأي دواعي استثنائية بمعنى عثرات كبيرة، ولكن بسبب سفر فخامة رئيس الجمهورية إلى المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الخارج وغياب عدد من أعضاء اللجنة من السادة الوزراء. شكرا. لم يتم تقديم صيغة لغوية محددة، حصل تداول حول الأمر، لم يتم تقديم اقتراح محدد، ولكن حصل نقاش، ونقاش كما قلت سابقا نقاش عميق ونقاش حضاري، وأهم من ذلك نقاش مسؤول بمعنى هادف للوصول إلى نتيجة، ولكن حتى اللحظة لم نصل إلى نتيجة. على الإطلاق، على الإطلاق هذا الأمر لم يعقد النقاشات،
وأهم من ذلك تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على الاستمرار في نفس الأجواء الإيجابية على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي. بالنهاية هذه اللجنة هي لجنة سياسية وليست لجنة تقنية، صحيح لجنة صياغة ولكن لجنة تمثل عدد من أطياف الحكومة وعدد من القوى السياسية. تم التفاهم داخل هذا الاجتماع اليوم على الاستمرار في نفس المسار الإيجابي على المستوى السياسي وعلى المستوى الإعلامي كي لا تدخل تعقيدات جديدة تصعب على أي من الأطراف التوجه إلى تسوية ما أو تفاهم ما مستقبلا. يعني دون التخفيف من التعقيدات التي ظهرت، لم يكن أحد من الأساس يستسهل البيان الوزاري. وأذكر فقط بأنه جزء من النقاش الذي سبق الاتفاق على الحكومة ما سمي بالمبادئ التي تم تداولها بين الطرفين بوساطة النائب وليد جملاط، نقطة أساسية كانت البيان الوزاري، هل يكون البيان الوزاري قبل التأليف أو البيان الوزاري بعد التأليف. لذلك من الأساس لم يكن هناك من يعتبر أن البيان الوزاري سيكون سهل المنال، ولكن في نفس الوقت أعتقد أن الضغط الذي يعيشه جميع أعضاء اللجنة هو نتيجة حاجة اللبنانيين ورغبة اللبنانيين والمواطن اللبناني على المستوى الأمني على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي بإنجاز البيان سريعا والذهاب إلى فترة من العمل المجدي لأجل المواطن. يعني صراحة أنا يعني ما بنقرا كف بالمعطيات السياسية اللي موجودة لدينا، رغم كل ما يشاء إعلاميا تأزم دولي وخلاف إقليمي لم نلمس هذا الأمر. طبعا ما يحصل من حرب ما أسميها النائب ولي جملاط حرب باردة دولية جديدة ممكن أن ينعكس مزيد من التشدد في كثير من الملفات وتحديدا في المنطقة، وهذا التشدد قد ينعكس علينا. لذلك نحن نحاول أن نتفادى هذا الأمر باستثمار أو بقطف اللحظة السياسية المناسبة حاليا من الانفراج الإقليمي لإتمام البيان الوزاري. أعلان بعبدة تم إنجاز صيغة مرضية له. مسألة المقاومة ليس هناك من يناقش في الثلاثية بمعنى اللي قال الوزير باسيل صحيح، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل. أوكي قلنا ما في ثلاثية، ولكن ما هو البديل؟ النقاش حول البديل. يعني مع الوزير فينا نفهم هلا انه مش قصة بيان وزير، قصة قرار سياسي. اليوم ما في قرار سياسي انه يدفع بيان وزير ما قلت. وانا ادخل الجلسة على عاتقي الشخصي كممثل الحزب التقدم الاشتراكي ولا جبهة النضال، انا هلا بحكي باسم الجميع، باسم الجميع مزيد من التداول السياسي داخل اللجنة وعلى ضفاف اللجنة بين القوى السياسية المكونة لهذه الحكومة. إن شاء الله لا، ولكن يعني قلت في كلامي أي سخونة على المستوى الدولي ممكن أن تنعكس سخونة في الملفات المحيطة بنا بسوريا أو غيرها، وممكن أن تدخل تعقيدات إضافية. إن شاء الله لا، وبتصور قلت وبكررها القوى المشكلة لهذه الحكومة ليس في نيتها على الإطلاق الذهاب إلى حكومة تصريف أعمال، وإلا ما كنا وصلنا يعني إلى ما وصلنا إليه. بالتالي ليس هناك من القوى السياسية من يضمر بأنه يريد أن يكون هناك حكومة تصريف أعمال، بل حكومة مكتملة الأوصاف. إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور بعد اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري. نعود الآن إلى التقرير الذي قطعناه بسبب النقل المباشر والذي يتناول التهديدات السياسية المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، وأيضا تأكيد البحرية الروسية عدم نيتها القيام بأي هجوم على القوات الأوكرانية في الكرم. اشتداد حرب المصالح والنفوذ على الأراضي الأوكرانية بين أوروبا والولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة ثانية، وعلى الرغم من التصعيد السياسي ولهجة التحذير بين الأطراف المعنية، فإن الخيار العسكري على غرار ما حدث في أزمة جورجيا وأوسيتيا لا يبدو أنه في طريقه إلى التنفيذ.
فقد رأى رئيس مجلس النواب الروسي الدوما سيرجي نارشكين أن تدخل الجيش الروسي في أوكرانيا ليس ضروريا في الوقت الراهن. الولايات المتحدة وعلى لسان أحد دبلوماسيها حثت على إرسال بعثة مراقبة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا للمساعدة في مراقبة حقوق الإنسان وتهدئة الوضع العسكري المتوتر. في الوقت عينه رأت موسكو أن انتقادات حلف الأطلسي لما تفعله روسيا في منطقة القرم لا يساعد في استقرار الوضع في أوكرانيا، ووصفت وزارة الخارجية الروسية تهديدات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بغير المقبولة، متهمة إياه باستخدام كليشيات الحرب الباردة. المعارضة الأوكرانية لم تنفذ شيئا من الاتفاقية التي تم التوصل إليها في 21 من شباط، وقامت بتأليف ما أسمته حكومة الفائزين بدلا من حكومة الوحدة الوطنية. بعض شركائنا الغربيين عبروا عن معارضتهم للأعمال الشرعية للسلطات الشرعية وأيدوا الاحتجاجات على الحكومة وشجعوا المشاركين فيها الذين لجأوا إلى القوة. بعد الاتفاق بين الرئيس الأوكراني والمعارضة تخلت السلطات الأوكرانية عن فرض حال الطوارئ في البلاد وسحبت قوات الأمن من الشوارع، غير أن المعارضة لم تنفذ شيئا من هذه الاتفاقية. ومع تزايد الضغط السياسي يستمر التهويل العسكري، إذ نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن أسطول روسيا في البحر الأسود أبلغ القوات الأوكرانية أن عليها أن تستسلم بحلول 5 صباحا يوم الثلاثاء، وإلا ستواجه هجوما عسكريا وعليها مواجهة العاصفة. ولاحقا أعلن الأسطول الروسي في البحر الأسود أنه لا يخطط للاعتداء على الوحدات العسكرية الأوكرانية في القرم. وهذا الموقف كان قد سبقه تأكيد روسيا لبقاء قواتها في الأراضي الأوكرانية لحماية المصالح الروسية والمواطنين الروس إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها، وقالت إنها ستدافع عن حقوق الإنسان في وجه القوميين المتطرفين. حدة المواقف الروسية قابلها الاتحاد الأوروبي في اجتماعه الطارئ بتهديد تحدث فيه عن إعادة النظر في علاقاته مع روسيا في حال لم يتم نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا. هل ينفض الغبار عن كتاب التاريخ؟ تقرير للزميلة كريستين حبيب. عن حرب على الأعراق والسورية، الجيوش تحركت هجم على بولندا بأول أيلول. أسلوب التعليم تطور وصار كتاب التاريخ يواكب التكنولوجيا ويدرس عبر اللوح الرقمي، أما مضمون الكتاب فتوقف به الزمن عند استقلال لبنان، وأحدث وجوهه هم الرؤساء بشار الخوري ورياض الصلح وصبر حميدي ومجيد أرسلان. يا هل لبنان يا لوح الصف، يا كتاب الخرائط، يا دفك ودف، درسنا تواريخ حفظنا تواريخ بجد التاريخ طعمنا كف. كل يعلم التاريخ على ليلاه، وفي أذهان الطلاب أسئلة عن حقبة ضائعة تشبههم وتتحدث عنهم. إذا كمان بفوتوا تاريخ اللي عم نعيشه هلأ يلي يمكن يدرسوه أولادنا بعدين، بعتقد أنه كمان مهم. أيها أكتر مرحلة بتاريخ لبنان بتحب تعرف عنها؟ الحرب الأهلية. ليه؟ لأنه هي أقرب لأنه أهلنا ومثلاً جدودنا هن عايشوا فيها، فبحب أعرف كيف كانوا عم بيعيشوا وشو كانوا عم بيعانوا. حتى الأساتذة باتوا يطالبون بقلب الصفحة. نحن بنحكي بس بجرأة عن مرحلة عشناها وطلعنا منها، مثل ما كل الشعوب عملت حروبها الأهلية وتخططها لأنه فهموا أغلاطهم وين كانت. تلميذ كتير بيسألوا، إن كان بتلميذ المرحلة المتوسطة أو تلميذ الثانوي، كلهم بيسألوا ليش ما بندرس بعد 75؟ لأنه عندهم حشرية يعرفوا، هن بيسمعوا من أهلهم، وبتعرف كل مجموعة عندها وجهة نظرة. غير أن ما لا يعرفه هؤلاء التلاميذ هو أن كتاب التاريخ لم يستقل عن الواقع السياسي، وما زال تحديثه رهينة الأمزجة الحزبية والطائفية. في وطن الخلافات لا عجب إن لم يتفق الشعب على ماضيه، فلكل مجموعة بطلها وشهيدها واستقلالها. تبدو عملية توحيد منهج التاريخ إذن شائكة في بلد لم يقرر بعد القراءة في كتاب واحد. وزير التربية الجديد قرر أن يمشي بين الأشواك، وهو يعد نفسه واللبنانيين بمنهج موحد لمادة التاريخ قريبا. الروحية اللي نحن جينا عليها أنه بدنا نتوافق على بعض الأمور. أنا عم جرب اغتنم هالفرصة لأعمل بعض الإنجازات اللي كانت واقفة بسبب السياسة، ومنها إقرار كتاب التاريخ. أما أبرز التعديلات المنتظرة فهي اليوم المنهج ما بيتطرق
أنه إجا عدو إسرائيلي احتل أرض عربية اسمها فلسطين وقعد محلها. ما بيتطرق كتاب التاريخ أنه الفلسطينيين انتقلوا وصاروا عايشين بلبنان بمخيمات وبالشتات. بعده واقف الزمن عنا أنه ما زالت الدنيا بألف خير وأرضنا العربية فلسطين بعدها أرضنا وبعدهم أهلنا قاعدين بالقدس وإلى آخره. من الأمور اللي طلب التعديل فيها ثلاثة أو أربع كلمات. أولا بما يتعلق بإعدام زعيم الحزب القومي السوري أنطون سعادة، حطين كان هو بالكتاب التاريخ إعدام زعيم الحزب القومي السوري أنطون سعادة نقطة. قلت لهم أنا لازم نحط إعدام زعيم الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة بعد محاكمة صورية وسياسية. موضوع حقبة الجنرال ميشيل عون، إطاحة هن حاطين إزاحة حكومة العماد ميشيل عون، كمان ضفت عليها عسكريا. ومن منطلق أن كتاب التاريخ ما عاد بالأمر المحرم أو التابو فإنه بحسب بوصعب سيسلك طريقه في مجلس الوزراء ويكون الجميع قد أخذوا حقوقهم فيه. كريستين حبيب، قناة الجديد. صفحة أخبار سياسية في هذا التقرير. أجواء مناقشات لجنة صوغ البيان الوزاري عرضها رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في القصر الجمهوري مع رئيس الحكومة تمام سلام الذي بحث معه أيضا في الأوضاع الراهنة على الساحة الداخلية. العلاقات بين لبنان وأرمينيا عرضها رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الحكومية مع سفير أرمينيا أشوت كوشاريان وبحث مع سفير بنغلاديش بوسال عزام في العلاقات الثنائية بين لبنان وبنغلاديش. واطلع من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي على الأوضاع المالية والاقتصادية، ومن زوار السرايا وزير الاقتصاد والتجارة ألا حكيم. الأوضاع العامة عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع السفير الإيطالي جوسيبي مورابيتو ووزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، ثم مع سفير الأوروغواي حسن ضيا ووزير الدفاع السابق فايز أوسون، ثم مع وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي. أمام زواره شدد الرئيس العماد إميل لحود على أن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة هي معادلة واقعية ووطنية، داعيا إلى الكف عن الحسابات الضيقة والمراهنات الخاطئة والمقامرات في مسائل مصيرية وميثاقية ووطنية بامتياز، هي مسلمات وثوابت إن خرجنا عنها جعلنا من لبنان فتاة على موائد الكبار في زمن التحولات الكبرى. رأى النائب سامي الجميل أن نصف اللبنانيين على الأقل لا يؤمنون بتصرف المقاومة ولا بأدائها ونمطها منذ أكثر من 10 سنوات. ابتلاء من هون نحن نوضع نفسنا كحزب بتصرف رئيس جمهورية كما نوضع نوابنا ووزرائنا بالأخص بالحكومة الحالية بتصرف رئيس جمهورية، لأنه نحن اليوم بأمس الحاجة إلى مزيد من التضامن مع بعضنا البعض بالأخص حول ما تبقى من شرعية لهذه المؤسسات وهو رئيس الجمهورية. مستجدات الأزمة السورية ناقشها رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب مع وفد المجلس الأردني للشؤون الخارجية. أستطيع أن أقول لفخامة الرئيس أن كل هؤلاء رؤساء الدول الذين استقبلوه وكل هذا السجاد الأحمر الذي فرش له ولغيره من المسؤولين اللبنانيين ما كان ليحصل لو لم يكن في لبنان مقاومة. في احتفال تأبيني استنكر رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد موقف مسؤولين في لبنان، أزعجهم وأقلقهم وكسر قلبهم وعقلهم مشاهد التقدم والتفوق على الإرهابيين والتكفيريين في سوريا، وقال أظن أن جنون بعض الشخصيات في لبنان مما يرون من مشاهد في سوريا ما كانوا يرغبون في مشاهدتها، لكننا سنصبر لأن معركتنا هناك والنصر هناك أصبح قريبا. من سيدني التي يزورها على رأس وفد، أيد رئيس حركة الاستقلال ميشيل معوض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في موقفه عن ثلاثية الأرض والشعب والقيم المشتركة من جامعة الكسليك الذي لا يدخل في الإطار السياسي الضيق، ورأى أنه قراءة حقيقية لتاريخ لبنان، وقال من يهاجم الرئيس ميشيل سليمان يجهل تاريخ لبنان.
19,600 حورية في انتظارك، أما مواصفاتها في تحقيق خاص للزميلة يمنى فواز. شعر، نحر، ثغر، خد، جد، نهود، فخود، سيقان، بياض، نعومة، ما في كريمات ولا نيفيا ولا وازلين، ما في أي شيء. تدفق أنثوي سينهال عليك من كل حدب وصوب لدرجة لا يتصورها العقل ولن يتحملها قلبك، ولسنا أي نساء بل هن صاحبات الجمال المطلق كما يصفهن رجال دين، هن الحوريات الحلم الأسطوري لجذب الرجال، والأهم من كمالهن عددهن. لنبدأ العد والحسابات. لكل مسلم في الجنة حوريتين، هذا أقل شيء. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحرية حلالك والوصيفة حلالك. وبالتأكيد ستحظى بزوجتك أيضا التي سترافقها 70 حرية، ومع كل حرية منهن 70 وصيفة. أزوج في الدنيا بزوجة، فعندك واحدة زوجة، زوجتك اللي في الدنيا، ثم 70 حرية معها حلالك، ثم مع كل حرية 70 وصيفة، أصبح كم عندك من امرأة؟ هذا أقل واحد. ولمعرفة العدد الإجمالي، إذا كنت متزوجاً 4 في الدنيا فلا بد من أن تجري عملية حسابية، وربما احتجت إلى نمط غذائي بمعايير غذاء الجنة. 4 ضرب 70 حورية يساوي 280 حورية، 280 حورية ضرب 70 وصيفة يساوي 19,600 حورية. تخيلوا أنتم الباقي. وهذا ليس كل شيء. كيف إذا قدمت لك الحورية كأس الخمر؟ أي خمر الدعوة من بلاش؟ أبكاره كلما أقبل الرجل في الجنة على امرأته في الفراش وجدها بكرا في كل مرة. وبعض رجال الدين بشروا النساء أيضا. واللي مش هتتجوز في الدنيا ممكن تتزوج في الجنة؟ اتبسط وانبسط واطمني ما تخافيش. أنا هتكلم لأخت الفاضلة التقية النقية المؤمنة الموحدة اللي صامت وقامت وتعبت وعاوزة بشرها، وهقول لها أبشري أيتها التقية النقية، أبشري فإن حسنك وجمالك في الجنة لا يقل عن حسن وجمال الحور العين. أهم ما في الجنة إذن بحسب ما يحاول أن يروجه هؤلاء ويعدون به الرجال النساء. ومن وضعت خدها بخدك، ومن وضعة صدرها بصدرك، والباقيات صدرنا الدور. تترك هذه وتروح للثانية، أعانك الله، تجلس وياها حول 70 شوي تناديك الثالثة، تترك هذه تروح عند هذه، وهكذا كل 70 تغير. ومن هنا يمكن الانطلاق لفهم ظاهرة الانتحاريين وأعمارهم. مات أبو عرب وترك أغصان التوت وحيدة. يا توت الدار حلفتك برب الكون، لا بد من عود. كتوتة الدار صبر أبو عرب، وبين أغصانها ترك الفنان الفلسطيني سلامه إلى أهله وأمه الحنون، إلى النجوم على البيادر وإلى العصفور الشادي، ترك أشجانه ومضى. رحل أبو عرب وما زالت الفراشة تنتظر عودته إلى بلاده، وما زال زغلول الحمام يسكن تلك التوتة. وهدي يا بحر هدي، طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. إبراهيم محمد صالح أبو عرب، ابن شهيد ووالد شهيد، وبينهما وبعدهما حياة امتلأت بالشعر والفن والثورة، رسم فيها خريطة طريق للثورة الفلسطينية لا تشبه خريطة أوسلو وأخواتها. من سيتك يا دار أهلي، من سيتك يا دار. ولادته كانت عام 31 في قرية الشجرة قضاء طبرية في فلسطين المحتلة، وفي عام 48 عام النكبة استشهد والده، أما ولده المهندس معا فاستشهد عام 82 خلال الغزو الإسرائيلي للبنان. الحدث الأخير ترك أثراً كبيراً في حياة أبو عرب وفي فنه. تركوني بحفرتي قبل
تراها إذا ما في كلا أهل تشلون. كان عمر أبو عرب 5 سنوات عندما انطلقت الثورة الفلسطينية الكبرى على الاحتلال البريطاني والاستيطان الصهيوني. بدأ حياته الفنية على نحو منتظم عام 78. أسس فرقته الأولى في الأردن عام 80، وكان اسمها فرقة فلسطين للتراث الشعبي. ولكن بعد استشهاد رسام الكاريكاتير ناجي العلي، وهو أحد أقرباء أبو عرب، حملت الفرقة اسمه. وقد غنى أبو عرب أكثر من 300 أغنية وسجل نحو 140 منها على مستندات صوتية، ويحسب له أنه حول كثيرا من أغاني الأعراس إلى أناشيد تتغنى بالعمل الفدائي. أما كنية أبو عرب فتحمل كل ما في قلب فنان الثورة الفلسطينية من حب للعرب والعروبة. تنقل أبو عرب بين لبنان وسوريا وتونس ومخيمات الشتات، أما آخر محطاته فكانت مخيم حمص، هناك حيث توفي بعد صراع طويل مع المرض لم يفارقه خلاله ذلك الصوت العتيق المخمر بزيت فلسطين وزيتونها. أبوي وهني العودوني على تراهم وهن العودوا عيني تراهم. كانت أمنية أبو عرب أن يعود إلى فلسطين، حقق الحلم مشاركا في الملتقى الثقافي التربوي بعد غياب استمر 64 عاما. وعندما زار قريته عاد ابن 17 عاما وهو عمره حين غادرها، هكذا أسر للصحفيين حينذاك. لن يكون لأبو عرب بعد موته أن يعود إلى فلسطين، استقر جثمانه في مخيم حمص، لكن لا يمكن أن يمنع أحد الصوت من العودة، وربما الجثمان في حياة أخرى في عالم آخر. لا لابد ما عود لو طال الغياب. كما وعدت جريدة السفير قراءها في الحملة التي أطلقتها لمناسبة عيدها 40، صدر اليوم عدد جديد بعنوان اكتب حلمك، أما التاريخ فكان عام 2054. ففي عيدها قررت السفير السفر بالزمن إلى الأمام وعدم الاكتفاء بالعودة إلى الماضي. هذا العدد كان انطلاقة الحملة التي تتضمن كذلك تطبيقا على فيسبوك يسجل فيه القراء أحلامهم للأربعين سنة المقبلة ليقرؤوها على صفحات الجريدة مستقبلا. كما أطلقت مسابقة لأصحاب شركات الإعلان يتنافسون فيها على ابتكار أفضل إعلان للسفير في عيدها 40. وقد حمل العدد الخاص اليوم عناوين مثل الرئيس هجريان يفتتح مهرجانات بعلبك في دلالة على خروج الرئاسة الأولى من دائرة الاحتكار الماروني، والمنتخبان الفلسطيني واللبناني يتعادلان في حيفا للتأكيد على الحلم الأول وهو تحرير فلسطين، وأحلام أخرى تتمنى الصحيفة تحقيقها فضلا عن بقاء الصحف المكتوبة على قيد الحياة كل هذه السنوات الطوال. تتواصل الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي ومسلحين غربي مدينة الرمادي، فقد أعلن جهاز مكافحة الإرهاب مقتل 52 عنصرا من تنظيم داعش بينهم أبو بكر الأنباري في مدينة الرمادي. وقال قائد الفرقة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من قتلهم جميعا. يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ فترة عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها قطاعات القوات المسلحة جميعا بمساندة العشائر لملاحقة مسلحي تنظيم داعش. نجوم سرقوا الأضواء في الأوسكار، أهم حفل سينمائي عالمي، تقرير للزميل شادي خليفة. ككل عام يسرق الحفل الفني الأهم عالميا الأوسكار أنظار الجميع من أنحاء العالم، وهذه السنة أقيم الحفل بدورته 86 في لوس أنجلوس بحضور نجوم العالم. أنظار العرب توجهت أيضا إلى الحفل نظرا إلى أن فلسطين ومصر حجزتا لهما مكانا، ولكنهما خرجتا وسلتهما فارغة. فالفيلم الفلسطيني عمر الذي نافس على جائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي خسر أمام الفيلم الإيطالي The Great Beauty، وفيلم الميدان
كان المصري لم يفز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي أمام 20 Feet from Stardom. وبالعودة إلى هوليوود، حصد فيلم جرافيتي أو الجاذبية لجورج كلوني وساندرا بولوك 7 جوائز، منها أفضل إخراج وأفضل تأثيرات بصرية وصوتية وأفضل تصوير سينمائي. وكان لافتاً قيام وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء بتهنئة القائمين على فيلم جرافيتي بفوزه، لأن قصته تدور حول رائدي فضاء تتعرض مركبتهما الفضائية لكارثة بسبب فقدان الاتصال بكوكب الأرض. And the Oscar goes to... Twelve Years a Slave, Brad Pitt, Diddy Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katagas, producers. أما أوسكار أفضل فيلم سينمائي فكان من نصيب 12 Years a Slave أو 12 عاماً عبودية، كما حصد الفيلم جائزتي أفضل سيناريو مقتبس، ونجمته لوبيتا نيانغون فازت بجائزة أفضل ممثلة ثانوية. وتفوق فيلم 12 Years a Slave على أفلام مهمة مثل كابتن فيليبس وأمريكان هاسل وذا وولف أوف وول ستريت. أما أوسكار أفضل ممثل فكانت من نصيب ماثيو ماكونهي عن فيلمه دالاس بايرز كلاب، الذي تفوق على نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو الذي خرج فارغ اليدين من الحفل. كيت بلانشيت. أما أوسكار أفضل ممثلة فكان من نصيب النجمة الأسترالية كيت بلانشيت عن دورها في فيلم بلو جاسمن، متفوقة على ساندرا بولوك، ميريل ستريب وإيمي أدامز. وفاز فيلم فروزن بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة. وكان لافتاً وقوع النجمة جينيفر لورنس على الأرض قبل بدء الحفل، وهذه المرة الثانية التي تقع فيها أرضاً، فالعام الماضي سقطت على خشبة المسرح عند تسلمها جائزة أفضل ممثلة. أما مقدمة الحفل الإعلامية إيلين ديجنرس فقد فاجأت الجميع حين أحضرت البيتزا ووزعت قطعاً منها على النجوم، منهم براد بيت وجوليا روبرتس وميريل ستريب وهاريسون فورد وجيمي فوكس وشانينج تاتم، في حين أنجلينا جولي التي تألقت بفستان من تصميم اللبناني العالمي اللي صعب لم تأخذ قطعة. يذكر أن نجمي هوليوود أنجلينا وبراد حضرا مع أنهما غير مرشحين لجوائز أوسكار وخطفا الأضواء كعادتهما. كان في النشرة على أبواب يبرود السحل رسميا بيد النظام السوري. زيارة عون للمملكة العربية السعودية بين الهمس والنفي. في زيارة بدأت تصير زيارة على السعودية، ولكن أي متى؟ موظفو غازي بئر حسن يرفعون الصوت فيأتيهم الرد الرسمي. أنت منك عارف مع مين بتحكي. في الخاص كتاب التاريخ رقم صعب. من الأمور اللي طلب التعديل فيها 3 أو 4 كلمات. إنذار روسي للقوات الأوكرانية بالقرم الاستسلام أو مواجهة العاصفة. أبو عرب لن يعود إلى فلسطين بعدما تركها العرب. يا داري مهما طال البعد لاجي، تابعتم في النشرة أيضاً كيت بلانشيت أفضل ممثلة وجرافيتي يجذب غالبية الجوائز. And the Oscar goes to 12 Years a Slave, Brad Pitt. ومع الأوسكار نأتي إلى نهاية هذه النشرة. فريق عملها يشكر لكم حسن المتابعة، ودمتم دائما بأمان الله. إلى اللقاء.